إذا الحكمة الرومانية تعطي الإشارة إلى كلا اللاعبين للانضمام إلى منتصف الحلقة وإعطاء التعليمات الأولية والسلام، ثم الرجوع إلى زاويتيهما لتبدأ الجولة الأولى. قضاة هذا اللقاء من سلوفاكيا وهنغاريا والفلبين والإمارات العربية المتحدة وإيرلندا. لكمات قوية افتتاحية من كلا اللاعبين. اللاعب الكرغستاني في لكمات قوية هجومية وتحرك جيد حول الحلبة وسيطر على منتصف الحلبة. لكمات متواصلة وخداع فينت من أساليب الخداع، خداع بالجذع وخداع بالرجوع وخداع بالرجلين وخداع بالحلق. لكمات خطافية، إيقاف مؤقت من الحكمة، أمر للركن الأزرق برفع الرأس عاليا. المدرب الإيراني والنصائح القوية يريد منه السيطرة على مجريات اللقاء منذ الجولة الأولى. صبرا أيها المدرب، الحكمة تأمر المدرب في الركن الأزرق برفع الرأس عاليا. لكمات في منتصف الحلقة والمحاولة على السيطرة على اللقاء في استهلالية الجولة الأولى للقاء الثاني في هذه البطولة أو في اليوم الثالث للبطولة. لكمات من لكمات من الركن الأزرق تحرك بشكل جيد من الركن الأحمر. لكمات مستمرة، لكمات خطافية ولكمات مستقيمة. الركن الأحمر يبدو يقدم الهجوم وهجوم ضاري وبشراسة مع ترقب وثقة من الركن الأزرق. استعداد لكمات قوية وهجوم دفاعي. لكمة يمنى قوية، يا سلام، مجموعة من لكمات الركن الأزرق. لكمات فيها اندفاع وقوة ولكن صد لها اللاعب الكرغستان، ولكن هناك انزلاق يمسح القفاز، عاد يمنع اللف والدوران. لكمات مباشرة بعد استكمال الوقت المستقطع. لكمات قوية، اللاعب الإيراني وهجوم قوي. نحن في الدقيقة الثانية والخمسون ثانية ونشارف على 10 ثواني على نهاية هذه الجولة الحماسية. سقوط لا يحتسب في كتقدم لأحد اللاعبين الآخر، والحكم يعطي قرار ستوب لنهاية الجولة الأولى وإعطاء فترة الاستراحة. منظمة الأيبا أو اتحاد الأيبا تعني الرابطة الدولية للملاكمة الهواة، وهي منظمة رياضية. الاتحاد الرياضي تأسس في بريطانيا سنة 1946 ومقرها الحالي في لوزان بسويسرا. هو اتحاد يمنح البطولات العالمية والرتب الرياضية في مجالات عدة للملاكمين والمدربين والحكام، كما لدينا في هذه البطولة لكمات قوية ومؤثرة. وهذه الإعادة بالبطيء من مخرج اللقاء. Seconds out. إعطاء إشارة للمساعدين Seconds out ليخرج خارج الحلقة ولنبدأ الجولة الثانية. هجوم قوي، لقد شحن اللاعب في الركن الأزرق بمجموعة من الخرائط والقوانين لفك الشفرة المنغولية أو الكرغستانية والفوز. فلنرى كم أثرت هذه النصائح. لكمات قوية وبداية قوية للركن الأزرق في الجولة الثانية، ونحن في الثانية 21. لكمات قوية من كلا اللاعبين. اللاعب الكرغستاني يجيد التحرك على الحلبة بشكل واضح، يمنع دفع
ويمنع المسك لسلامة كلا اللاعبين. لكمات قوية ومؤثرة كلا اللاعبين بوضعية الأورثودوكس، آسف بوضعية ال... يا نعم الأورثودوكس، كما يتضح لنا الوضعية الطبيعية أو وضعية الاستعداد الطبيعية للملاكمة. رفع الرأس عاليا من الحكمة، إشارة للركن الأحمر. كما شرحنا سابقا الساوثبو هي الوضعية التي اكتسبت لقبها من أمريكا من مباريات البيسبول، حيث كان يتجه اللاعبون باتجاه جنوبا لتفادي مجابهة الشمس، ومن هنا أتى هذا المصطلح. والأرثوذكس في جميع الرياضات هو الوضعية الاعتيادية. لكمات قوية منذ بداية الجولة الثانية، وتبادل للكمات من كلا اللاعبين. دونت بوش للركن الأحمر من الحكمة وفرض السيطرة على اللقاء. منتصف الحلقة واللاعب الإيراني بصورة أفضل في الجولة الثانية. أوه لكمة خطافية يسرى من الركن الأحمر، هل سيرد عليه الركن الأزرق؟ فلنرى. أوه لكمة قوية لكن تخطئ هدفها، ويبدو أن هناك في إنذار. الحكمة تعطي إنذار للركن الأزرق اللاعب الإيراني لرفع الرأس عاليا. على اللاعب أميت في الركن الأزرق تفادي الإنذارات، حيث يقتص مجمل نقطتين من رصيده لصالح الركن الأحمر. وإذا استمر في ارتكاب المخالفات كالنزول بالرأس نحو الأسفل يقتطع نقطتان أخريتان، ويبقى القرار للحكمة في إبقاء النزال قائما. اللقاء شرس وقوي لدى كلا اللاعبين، التصميم على الفوز كما ترون أعزائي المشاهدين في كل مكان. لكمات مستمرة وقوية. واو لكمة يمنى قوية مباشرة نحو اللاعب القرغيزستاني. يعود كلا اللاعبين إلى زاويتيهما لأخذ بعض قسط من الراحة والتقاط الأنفاس، شرب القليل من الماء sipping only، وأخذ بعض النصائح من كلا المدربين. لا نعلم ماذا قال المدرب الإيراني للاعب، لكن أرى تحول لمجريات اللقاء في الجولة الثانية، ولا يسمح في الملاكمة برجوع أو الضرب بهذه الطريقة، برجوع اليد في اتجاه المعاكس للكم. ولكن لا يزال اللاعب الإيراني الأكثر سيطرة والأكثر قوة في الجولة الثانية، لكن لن نستعجل النتيجة، فلا زال أمامنا جولة ثلاث دقائق يقرر فيها القضاء الفائز. seconds out ليخرج المساعدان خارجا. راوند 3 والجولة الثالثة والأخيرة بين جمهورية إيران وبين قرغيزستان. لكمات قوية، سيطرة على منتصف الحلقة من كلا اللاعبين حتى الآن. أوه لكمة خطافية يسرى من اللاعب الركن الأزرق، يتبعها يمنى قوية مستقيمة. هذه اللكمات هذه لكمات عقابية قوية. اللاعب الإيراني يعود في الجولة الثالثة بشدة ولكمات أقوى من الجولة الثانية وأقوى من الجولة الأولى. ماذا يحصل في الزاوية الزرقاء؟ المدرب الإيراني بمهارة يعطي النصائح، ولكن ليس بالضرورة أن يكون الفائز الركن الأزرق. لنتابع مجريات اللقاء. لكمات قوية، لكمة قوية يمنى وتستوجب العد. ثمان عدات إجبارية لحماية اللاعب. هنالك واقي الأسنان على الأرض، وقت مستقطع لتنظيف واقي الأسنان ثم لتعقيم اليد الحكم حسب معايير السلامة وحسب قوانين الأيضة. انظروا للتركيز. لكمات
قوية من اللاعب الإيراني برغم العد الإلزامي. اللاعب الكركستاني يبدو حذرا جدا، واللاعب الإيراني يهاجم بالشدة ولكمات قوية ضارية من الركن الأزرق. لكمتين 1-2 للرأس الركن الأزرق. الركن الأحمر حذر. اللاعب الكركستاني يلعب بالخبرة وبالتحرك جانبا يمنة ويسرى وباستغلال جميع مساحة الحلقة. لكمتين في القفاز ولكمة تتبعها في الجذع ولكمة صاعدة للجذع أيضا. تحرك بصورة صحيحة، لكمة يمنى خطافية نسمع الأنفاس. يحاول كلا اللاعبين التقاط الأنفاس في الجولة الثالثة. تبقى نصف دقيقة تفصلنا على معرفة الفائز في هذا اللقاء القوي، وهذه اللكمات الضارية من كلا اللاعبين وتحديدا من اللاعب الركن الأزرق بشكل أكبر كما نرى. ولكن اللاعب الكركستاني يلعب بشكل بخبرة وبتحرك بشكل أفضل على الحلقة. اللاعب الإيراني منهك وتبقى ثانية ويقرع الجرس. الجرس معلنا نهاية الجولة الثالثة والأخيرة، فلنتابع من سيكون الفائز. في انتظار القرار، الحكمة في وسط الحلقة تستدعي كلا اللاعبين للوقوف وانتظار قرار القضاة. Ladies and gentlemen, the winner by anonymous decision in the red corner representing Kyrgyzstan. كان الفائز هو اللاعب عزت من كيرغستان بقرار القضاء. حظ أوفر للاعب أميد